أجواء مميزة صنعتها العائلات الجزائرية فوق مدرجات ملعب وهران. صغار وكبار، أطفال ونساء، كانوا جنبا إلى جنب في حفل افتتاح الألعاب المتوسطية وهران 2022. C'était top vraiment l'organisation l'entraînement خلنا كل شيء زعما يعطيهم الصحه ما كناش قارعوا فيها منظمه كاع حاك ما كناش قارعوا فيها شابه كاع حاك ما شغل خلعونا وخلاص سي تان تري تري بال ايفينمون سي ان ريوسيت كاع بوغ لا بروميير فوا هنا في وهران راهي راهم اون فامي راه الزوج الزوجه معاهم الابناء مام كاين حتى اللي راه جايب اختاه اللي راه جايب والله غير صافي بليزير وان شاء الله هذا ليفينمون ان شاء الله يكون احسن طبعه ان شاء الله وتكون تضرب بها المثل وانتو شريفي بلا شريفي وهران في القلب. العائلات الجزائرية التي غزت المدرجات قادمة من مختلف ولايات الوطن انبهرت بالأجواء والصور التي تجسدت في افتتاح العرس المتوسطي. كانت ناجحة 100%، التنظيم كان شباب بزاف، الناس كانوا منظمين. الله يبارك، فاتت في أجواء جميلة جدا. اللي عجبتني بزاف هي الفاميلات، كانوا كاينين لي فامي، الحمد لله كان كاين احترام، كانوا كاينين امبيون شابة ما شاء الله فاتت. الله يبارك. كان حفلا أبهج الحاضرين، وما هو إلا صافرة الانطلاقة الرسمية للعرس المتوسطي والذي يبشر بنسخة مميزة.